أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب اكتساب اللغة الطور الثاني في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سيتم التركيز عليها خلال الأسبوع 18 من وحدة أنا مبدع، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أذكر أن المفهوم الرئيسي الذي تتناوله هذه الوحدة هو الإبداع، وأذكر أنكم مبدعون بالمهمات التي تقومون بها خلال الصف من خلال إنشاء عروض تقديمية أو مطويات، أقصد بالمطويات بروشور أو مواد داعمة وأنشطة تقدم لكم في حصص فهم المقروء والأنشطة اللغوية الخاصة بهذه الوحدة. أما عبارة البحث والاستقصاء هي: يسهم الإبداع بإيصال رسائل تشمل الحقوق والقوانين في المجتمع. إذن أنتم مبدعون، وبإبداعكم ستنقلون رسالة إلى من حولنا تؤثر فيهم ولها علاقة بالحقوق والقوانين. من أبرز الموضوعات التي سنتطرق لها خلال هذا الأسبوع أدوات الاستفهام. أدوات الاستفهام كثيرة، فنحن نستخدم من، ماذا، أين، كيف، هل، لماذا، وكل أداة لها سبب. فعندما أقول كم، أنا أمثل العدد. كم عمره، أنتظر منك الإجابة برقم أو عدد. كيف، فأنا أعني الحال. هاو، هل، أنتظر الإجابة بنعم أو لا. من، هو، أنتظر الإجابة باسم شخص. وأين، وأنتظر الإجابة عن مكان. متى، وين، أنتظر الإجابة عن زمان أو وقت. ولماذا، واي، أنتظر الإجابة بسبب. إذن كل أداة من هذه الأدوات تبدأ بها الجملة أسميها جملة استفهام أو جملة سؤال، ويفترض أن تكون الإجابة معينة، فكل سؤال يحدد بإجابة. أما الموضوع الآخر الذي سنتطرق له هو قاعدة العدد والمعدود. فنحن نقسم العدد إلى 1 و2 ومن 3 إلى 10، يخالف ويطابق المعدود وفقاً لنوع العدد. فمثلاً من 3 إلى 9 يخالف المعدود. فلو قلت طلاب طالب مذكر أقول 3 طلاب، أما عندما أقول طالبات أقول 3 طالبات. لاحظ أنني وضعت التاء المربوطة عندما كان المعدود مذكراً أي طالب، وأزحت التاء المربوطة عندما كان المعدود مؤنثاً. وقاعدة العشرة تتفق من 3 إلى 9، أما 1 و2 فهما يطابقان المعدود دائماً. فعندما أقول جاء طالب، جاء طالب واحد بالتأكيد، لن أقول واحدة، وجاء طالبان 2، لن أقول أيضاً طالبان 2. سنتطرق أيضاً إلى قاعدة أسماء الإشارة. سنستخدم أسماء الإشارة في جمل متعددة وفق ما يلائمها. وضعت لكم أسماء الإشارة في صور حتى يتسنى لكم فهمها بطريقة أفضل. فهذا للواحد المذكر، هذه للواحد المؤنث، هذان للاثنان، هاتان للفتاتان، وهؤلاء للجمع. سيكون أمامكم أيضاً إملاء بهذه الأسماء، لأنكم كما تلاحظون أن هذا هناك ألف تقرأ ولكنها لا تكتب، لذلك علينا إتقانها وكتابتها بطريقة صحيحة. ونهاية سنتطرق إلى درس حكاية من تنزانيا. وكما تعلمون عند قراءة أي نص له علاقة بفهم المقروء نقوم بتحليله من خلال معاني المفردات الجديدة فيه واستخدامها في فقرات وجمل. نقوم بتحليل عناصر القصة، خاصة أن النص الذي أمامنا هو قصة قصيرة. سنتعرف إلى الشخصيات، الزمان، المكان، العقدة، الحل والحوار فيه، وسنقوم بأداء أنشطة مختلفة، منها تمثيل غلاف للقصة ومنها تمثيل هذه القصة إلى غير ذلك من مهمات. أذكر بمهام أقرأ بالعربية الموكلة لكم أسبوعيا. كانت هذه أبرز الخطوط العريضة التي سنركز عليها. أشكر استماعكم، إلى اللقاء.